انا عارفه ان احنا الوقت خلص وعارفه ان احنا لازم نطلع فاصل، بس انا يعني ايه؟ عيني ضربت في المشكله الثالثه ومش قادره هموت. طب يعني اتفضل بجد يعني عندنا وقت يا استاذ هشام ولا لا لا، ايه؟ انا بس هقول جمله لان هي انا شفت بعيني ضربني وقال لي ارجعي لاهلك، بس انا بحبه قوي. طيب بصوا يا جماعه بقى، طب بصوا يا جماعه، انا عندي اقتراح، لانه في فيلم مكسر الدنيا دلوقتي اللي هو ذا اند اوف اس او ذا لاست اوف اس حاجه كده يعني، خلاص. وده بيتكلم على برضو العنف بين الازواج او بين المحبين، اللي هو الابيوز الدوميستيك او الفايلنس الدوميستيك بيهيفير، العنف المنزلي او العنف الاسري او العنف او العنف الجسدي بشكل عام، خلاص، ما بين الشخص وشريك حياته يعني. ودي مشكله الحقيقه موجوده، موجوده كتير في العالم وفي مصر. فانا بقترح الابيوز جدا، مش بس ده ضرب، انا مستغربه ان هي بتقول وانا بحبه بس العنف وانا بحبه. ما هي ده، ما هو ده، ده مفيش سيلف وورث. لا، ما هو ده لب المشكله، ان بنوصل لمرحله من العلاقه او ديناميكيه العلاقه بتكون توكسيك او بتكون سامه لدرجه انه، وده اللي كان بيتكلم عنه الفيلم، اللي هو اصلا مبني عن كتاب اللي هو بتقومه بطولته بليك لايفلي. الفيلم ده مبني عن كتاب اللي كتبته والدتها، هي تعرضت لده. على مدار الفيلم احنا بنشوف انه هي مش شايف يعني كل المواقف، انه فجاه حصل حاجه وحاجه كسرت وفجاه في تعويره، بس مش شايفين اللي حصل. المره اللي بعدها مش عارف ايه ده، وفجاه في خدش في وشها، بس هي حاسه ان ده كان حاسه ثلاث اربع مرات، لحد ما اكتشف في اخر الفيلم ان هي كانت ده كان بتتضرب. عنف وبتتضرب، بس هي مش شايفه من كتر ما هي في حاله حب، ومن كتر ما هذا الشخص مش مصدر ليها هذا العنف، وفي اطار من التسلط والتملك بالحب وبالمشاعر الزائفه او اللي هي فيها تملك، ما كانتش شايفه ده. اكتشفت ده في اخر، بعدين بقى بدات تراجستر، ودي حاله نفسيه مهمه. فانا بقترح يا جماعه، وطبعا مع اسره الاعداد، ان احنا نعمل فقره كامله عن العنف الجسدي والايموشنال والفيزيكال ابيوز، وفي نفس الوقت كمان فكره انه ازاي العلاقه ممكن توصل لمرحله من السموم او من التوكسيسيتي، ان هي ما تبقاش شايفه ده وتحس ان ده يقول لك ايه ضرب الحبيب والكلام. لا لا، المسجون يحب جلاده باين، او مش عارفه حد يعني يحب دي كيس جلاده، ما اعرفش معايا ولا لا معروف في القصه دي، ودي انا لا طبعا نعمل فقره طبعا يعني. الناس محتاجه يعني توعيه طول الوقت، ودي فيها كمان ساديه من الاخر، ان هو طبعا كل حلوله صحيح بالضرب بالعنف. قبل ما نطلع فاصل بنفكركم بالصفحه، ما تنسوش تتفاعلوا معانا وتبعتوا لنا